أبدأ بستغل هذه الأيام. ما هي الطريقة؟ الإنسان لما يقول والله أنا بروح أكلم مديري، أنا والله كنت أغيب كثير وكان عندي غيابات وكان عندي أحيانا يعني حركات صعبة، ومع ذلك تلقى عنده أمل أنه ممكن يروح يكلم مديره، أنه بيوعد مديره وعد، والمدير ممكن نفتح له صفحة جديدة، أليس كذلك؟ صحيح. طيب فما بالك بالإنسان وهو يعلم بأنه بيكلم أكرم الأكرمين. الله، أنت الآن أمام فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة، فالفكرة ليست مستحيلة، إنما الباب الرحمة مفتوح، وبالتالي نحن أمام صفحة جديدة. كل ما نحتاجه الآن أنك تخلص النية مع الله سبحانه وتعالى. هذا الإخلاص للنية لله سبحانه وتعالى أنك تقول يا الله أنت وجدت وضعت لنا أبواب طاعة، وضعت لنا أبواب للرحمة، وأنا يا الله أعلم بأني مخطئ، وبالتالي أنا أريد أن أطرق هذا الباب. ما يطرق باب الله سبحانه وتعالى أحد ويصده، ولذلك مهما كنت بعيدا فعليك أن تعلم بأنك قريب لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي، ينادي مين؟ الذين أصرفوا على أنفسهم. فبالتالي خلنا نقول أن احنا نتهم أنفسنا بأننا كلنا مسرفين، والصحابة كانوا يتهمون أنفسهم، فتعال نتهم أنفسنا بأننا كلنا يعني بعيدين، وتعال نقول كيف نستطيع أن نبدأ. هذا السؤال، كيف نستطيع أن نبدأ؟ نحن نحتاج أولا أن نبدأ، أولا رقم واحد المكاشفة مع النفس. يوم عرفة يوم للنفس، تعال تفرغ في هذا اليوم، ابعد تماما كل وسائل التواصل. البعض في يوم عرفة كأنه موجود مراسل تلفزيوني يعني كأنه مكلف أن ينقل لنا ماذا يحصل في الحج، يعني كأنه رايح بالجوال حقه أبغى أصور، أصور جبل الرحمة. يا أخي نقدر نشوفه، نقدر نشوفه، ولا تصور نفسك، لا تصور نفسك، هذا يوم لك، اعتبر هذا اليوم إهداء لك، خبيئة لك عند الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم ابتعد عن كل المشتتات. في هذا اليوم عليك الليلة أن تحاول أنك أنت إذا كان حاجا يحاول يبدأ يركز على مرحلة الانتقال حتى يستطيع أن يرتاح، لأن اليوم سيكون طويل للحجاج في عرفة. وإذا كان مثلنا بعيدين فعليه أن يبدأ الآن يخلد للنوم مبكرا، يتصحر ويتجهز، لأنه اليوم سيبدأ مع الفجر، وعلينا أن نستثمر هذا اليوم كاملا، ليس مثل ما يفعل البعض في رمضان أنهم يناموا حتى يأتي الظهر ثم يصحى، ثم بعد ذلك إلى العصر ثم يصحى، ثم بعد ذلك من العصر إلى المغرب يلا نجيب الأدعية كلها موجودة ونقرأ كل الأدعية واستنفار كبير. لا، عظمة هذا اليوم هو عظمة يوم شامل، الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يبهي بنا الأمم، وعلى ذلك علي أن أستثمر هذا اليوم منذ الفجر، أضع لي جدول، أبدأ أحضر كل الأدعية. يعني في حديث عائشة بأنه من أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، زيد، وكنت أقرأ ما معنى أنه أفضل دعاء دعاء يوم عرفة، في توضيحهم لهذا الحديث ماذا يقولون؟ أن أفضل الدعاء هو دعاء الإنسان لنفسه. الله، زيد، إذن أنت الآن هذه الأذكار الموجودة وهذا الدعاء الموجود أستطيع أن أستفيد منه وأذكره، ولكن الأهم أن أدعو من؟ نفسي. أبدأ أدعو لنفسي، أدعو للمسلمين، أدعو لأوالدي، أدعو للآخرين، استغل هذا اليوم بشكل كامل. أيضا في هذا اليوم علي بالقربات الصلوات، بمعنى لا أنتظر حتى تقام الصلاة حتى أذهب المسجد. علي أن أبدأ مبادرا، ولو استطعت في هذا اليوم أن يحصل عندي نوع من الاعتكاف داخل المسجد فهذا بركة، لو استطعت في هذا اليوم أننا أقرأ في القرآن فهذه بركة، هذا يوم للنفس. يا سلام، جميل. تسمح لي دكتور بمقاطعتك إذا سمحت، أنت قلت أنه بعض الناس ممكن يعمل مراسلا لمثلا و